والكرام متتبعي القناة، مرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد اللي غنتكلموا فيه على واحد الموضوع بعنوان اش بغينا من الحياة. كل واحد منا كيطرح مجموعة ديال الأسئلة أو مجموعة من الأجوبة، وهي مطالب. الأسئلة: أشنو بغيت؟ علاش القلب؟ المطالب: بغيت وبغيت 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 وبغيت. واش هاد الأشياء هادي ما كتخلقش إرهاق؟ فعلا كتخلق الإرهاق، إرهاق وكذلك المسافة الطويلة والتكرار. يعني دماغ ديالك الباطني كيشتغل على هاد المنظومة: بغيت وبغيت وبغيت. ولكن بلا ما يفكر هاد الدماغ الباطني ديالك، أو بلا ما تفكر أنت، ترسل لي واحد ميساج باش يحدد لك الأشياء اللي بغيتي. خذ حاجة وحدة اشتغل عليها، ما تكلمش على بزاف الأشياء، حاجة وحدة. خذ ثلاثة المطالب وقول: بغيت نحقق هاد الحاجة، أنا بغيت نوصل لهادي. حاجة وحدة، شحال غيطلب مني ديال الوقت باش نشتغل عليها؟ عامين؟ واش هاد الحاجة اللي بتوصل ليها عندها علاقة بالإمكانيات المادية؟ عندها علاقات يعني دراسة، دبلومات، خروج إلى دول أخرى، هجرة، بناء يعني جسم، بناء علاقات، تخلص من العقد، تنمية ذاتية؟ إذا حدد واحد الحاجة، ما تبقاش طرح السؤال، أو ما تبقاش تقول راسك أنا بغيت بغيت بغيت. لأنه إحنا في الحياة اليومية ديالنا، وخا ما كنتكلموش، كنتكلموا داخليا، كنعبروا داخليا، والتعبير الداخلي لا يتوقف. والتعبير الداخلي إذا كان غير منظم يرهق النفس، وكيخليها تدور في واحد حلقة مفرغة أو في إطار ما فيش أبواب. لأن من المفروض أنه خصك تنتقل من بيت إلى بيت، من فضاء إلى فضاء، من محيط إلى محيط. كل ما دخلتي لواحد محيط معين خصك تنسجم معه وتفاعل معه بإيجابية، وتحصل على الوسائل ديال السفر إلى محيط آخر تدخل ليه كذلك. ومن هنا غتكون كسبتي بزاف ديال الأمور الإيجابية في حياتك. أنا في هذه الحلقة كنخفض الصوت ديالي، وكنتكلم معك بواحد الشكل اللي هو بسيط، شكل عقلاني، شكل كذلك مهدئ. أن الغرض من الحوار أو الكلام هو تهدئة الأعصاب، لأن كل ما وقفت الأعصاب وتهدأت يعني ورجع الدماغ يعني الحرارة الطبيعية ديالو الهادئة، كيستطيع الإنسان أنه يشوف المستقبل ويشوف الأشياء اللي هو كيبغي. هذا هو المطلب. المطلب الأول: رجع لنقطة الصفر. نقطة الصفر لا تعني أنه ما عندك حتى شي حاجة في عقلك، وما عندك حتى شي حاجة في جيبك. لا، نقطة صفر هي نقطة الهدوء، نقطة الوضوح، أنه تكون حد، تكون وحدك وبشوية عليك، تكون واضح مع ذاتك. ماذا تريد؟ حدد، قسم مطالب ديالك اللي هي من حقك الخانات. واش مطالب نفسية، مطالب اجتماعية، مطالب مادية، مطالب سياسية، انتخابات، غير ذلك. لكل واحد منا عنده مطالب، حدد المطلب واحد اشتغل عليه. إذا نقطة صفر، نقطة هدوء، نقطة كذلك وضوح، وهي تحديد مطلب واحد. الإنسان في عام واحد ما يمكنش يشتغل على أربعة المطالب.
ولا أفضل يشتغل على مطلب واحد. المرتبة الثالثة، نقطة تشخيص. تشخص علاقتك، طبيعتك، مزاجك، إمكانياتك، كفاءتك، الأشياء اللي بتوصل لها. شخصيتك أولا، مثلا بغيتي تكون مدير شركة معينة، طبيعتك هل أنت مزاجي؟ ثاني شيء، هل أنت يعني سريع الانفعال؟ هل أنت لا تضبط مواعيد؟ يعني أشياء طبيعة الشخصية وعلاقتها بطبيعة العمل. مثلا هذا العمل اللي بغيتي تختار، مثلا مدير شركة. إذا أدرس الشخصية أولا، ويعني وشوف العلاقة مع العمل اللي بغيتي توصل له، هكذا تكون الأمور. لأنه أريد، كلمة أريد مرتبطة بماذا؟ بالشخصية. والشخصية من ما كتوصلش، عرف راه الحبل ما بين أريد والشخصية غير متصل. وحتى من الحكمة ديال الله سبحانه وتعالى كيرحمك في الوقت اللي انت ما كتوصلش، او انا الوقت اللي ما كتوصلش ربما تحزن، ولكن الله سبحانه وتعالى كيشوف بانه الرابط بين شخصيتك وبين اشياء بغيتي توصل لها ما كاينش الرابط. هذا ما كاينش انه العالم انتهى، ان كل شيء انك فقدتي. لا، تنبيه، خاصك تشتغل على الشخصية ديالك بشكل عقل، يعني ما تزربش. انا بغيتك ما تزربش شوية عليك. فين كاين الخلل؟ اين يكمن؟ هذا هو اللي بغينا نعرفه. اذا في الحلقة الاخرى غادي نعرفك ان شاء الله على تنط لي مزيان كما بغيتكم، طالب، تلميذ، رب أسرة، يعني مسير، مدير، إلى غير ذلك. أما تكون في الحلقات الأخرى غادي نعلمك كيف تشتغل على الشخصية والرابط. تصبحون على خير.